النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أقيمت دورة تدريبية تحت عنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجال الصناعة بالتعاون بين شركة ألمنيوم البحرين ألبا ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. التفاصيل في التقرير التالي. منذ تأسيس شركة ألمنيوم البحرين ألبا وهي تعي دوما أهمية الدورات والورش التدريبية التي بدورها تتوافق مع جهود الشركة لبناء قدرات موظفيها وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل وتنمي طاقاتهم الابتكارية في مجالات تسهم في زيادة الإنتاجية التي تسعى ألبا لرفعها عاما بعد عام. ومن الدورة التدريبية التي جاءت بعنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجال الصناعة تأتي في إطار مسيرة ألبا نحو تطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة ضمن خريطة طريق الشركة الخاصة بالصناعة، وبالتعاون المستمر مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. الهدف من إقامة هذه الورشة اللي مدتها 3 أيام هو إعطاء الموظفين الشركة توعية بخصوص أهمية الذكاء الاصطناعي، لأن نحن مقبلين على خارطة الطريق إلى الذكاء الاصطناعي في الشركة مدتها 3 سنوات إن شاء الله، من ضمنها أن نكون شركة معتمدة في الذكاء الاصطناعي من قبل البنك الدولي اللي هو يسمونه اللايت هاوس سيرتيفيكيشنز. احنا قائمين على هذا الموضوع، وعندنا تقريبا 65 مشروع في الذكاء الاصطناعي ان شاء الله خلال 3 سنوات القادمه ان راح ننجزهم، راح طبعا يغير شركه ألبا تغيير شامل الى الانتاجيه الى الربحيه الى اشياء كثيره بتكون. تعاوننا مع شركه ألبا تمتد منذ 3 سنوات منذ تاسيس مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، حيث عملنا على عده مشاريع ومن اهمهم الانود الاخضر في تطوير الدقه. طبعا اهميه ألبا انهم عندهم خطه استراتيجيه لمده 5 سنوات في الثوره الصناعيه الرابعه، واحنا نفتخر أن نكون شركاء في هالموضوع بالأخص في الذكاء الاصطناعي، حيث المهندسين ومهندسات البحرين بحرينيات في أعلى مستويات قادرين على تطوير النظم في شركة ألبا وشركات صناعية أخرى وأيضا في قطاعين العام والخاص. دورة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجال الصناعة بالتعاون مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي للإسهام في تسريع عملية التحول الرقمي وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين، حيث تشتمل الدورة التدريبية على العديد من جوانب الذكاء الاصطناعي ومنها التطبيقات الحديثة والاتجاهات المستقبلية وأساسيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة التلقين. مثل هذه الدورة مو بس تفيدنا في نطاق عملنا، حتى في حياتنا الخاصة، وطبعا احنا كموظفين راح نعمل ناخذ الدروس المهمة من هذه الدورة نوظفها في تخصصاتنا في العمل. طبعا الحمد لله احنا شركة ألبا سباقة، وهذا مو اول تريننج طبعا نحصله في الارتفيشال انتليجنس او الاندستري 4. طبعا حصلنا كذا تريننج لحد الآن، وهذا اللاست وان. احنا الحين الحمد لله ويا مركز ناصر للتدريب تريننج جدا ادفانسد ومستفيدين منه. هذه الدورة المقامة في شركة ألمنيوم البحرين ألبا ستساهم في تحسين العمليات ورفع الكفاءة التشغيلية ودفع عجلة الابتكار وتحقيق التميز من خلال تزويد المشاركين بالخبرات اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية.
استقرت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو بحثا عن مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وبلغ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 512 نقطة و74 جزءا من النقطة، مع صعود أسهم قطاع التعدين بنسبة 1% مقابل انخفاض أسهم شركات التأمين بنسبة 26%. وفي ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بنسبة 15%، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 21%. وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من لبنان الأستاذ عمر أيوب، محلل أسواق مالية لدى CFI. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. وفي البداية يعني شهدنا استقرار في الأسهم الأوروبية ترقبا لمحضر اجتماع الفيدرالي، كيف تقرأ هذا المشهد؟ نعم، أولا شكرا استضافتي. بداية إذا ما نتكلم عن المشهد الأوروبي والاستقرار اللي عم بيصير بأوروبا، هو لأنه هو فعليا المتحكم بالوقت الحالي المركز الأوروبي بالأسواق. لسبب بسيط، أنه توقعات بتشير للمركز الأوروبي المتجه لتثبيت معدلة الفايدة، إنما باقي البنوك المركزية فعنا احتمال بتخفيض الفايدة بسبتمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي. كمان في تخبط كبير بالأسواق، خاصة نحن مقدمين نهار الجمعة على مؤتمر جاكسون هول، نشوف كيف راح تكون الامور. هل راح يتكلم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض معدلات الفايده اما لا؟ راح يكون عندنا فورورد جايدنس حول هذا الموضوع. فلهذا السبب الاستقرار باوروبا، تعتبر بالوقت الحالي اليورو من افضل العملات بسبب البنك المركزي اللي راح يثبت معدلات الفايده بالوقت الحالي، انما باقي البنوك المركزيه عم يتوقع شوي تخبط بالفوائد. نعم أستاذ، يعني ماذا عن بورصة اليابان؟ فقد شهدت تراجعا مع ارتفاع قيمة الين، كيف تقرأ ذلك؟ بالفترة الأخيرة بخصوص الدولار مقابل الين، المتحكم الرئيسي لهذا الزوج هو الدولار الأمريكي قبل كان، وضعف الدولار الأمريكي مع رفع الفايدة من قبل المركز الياباني ساهم بتراجع كبير للدولار مقابل الين. متجهين نهار الجمعة على الانهار جدا مهم، خاصة على زوج الدولار مقابل الين، لسبب بسيط انه رح يكون عندنا بيانات التضخم من قبل المركزي من قبل اليابان عفوا، وبنفس الوقت رح يكون في عندنا خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي. نعم، بالوقت الحالي اي اشارة حول خفض معدلات الفايدة من قبل المركز من قبل الاحتياطي الفيدرالي ممكن نشهد تراجع بعد اكثر لزوج الدولار مقابل الين، انما بحال شهدنا مفاجاه من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعدم اعطاء اشاره واضحه. بالمبدا ما راح يعطي اشاره واضحه، ولكن عاده تسعير الاسواق المفرط اما تفاعل الاسواق المفرط بخفض ب 50 نقطه اساس، بحال شهدنا عكس هذا الشيء راح يدعم الدولار مقابل الين، راح نرجع نشهد ارتفاع للدولار مقابل الين الياباني. بالتأكيد الأستاذ عمر أيوب، محلل أسواق مالية لدى CFI، كنت معي من لبنان، شكرا جزيلا لك.